تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج نفتح يعني آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام و دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك، وخدمات هيئة الصحة بدبي بشكل خاص. طبعا هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا معنا في التقديم دكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة، وذكرينا بأرقام التواصل اللي ممكن يتواصلون فيها مستمعينا معاكم أو معانا. طبعا أنت دودة تيبي، يعني أسولف وأسوي مليون شغلة في نفس الوقت، لأن حضرت من البداية ومجهزين المواضيع. تفضلي دكتورة. ما جهزت الآيباد من البداية، فمحمود يسولف ويلعب في الآيباد ويركب الواير. والله هنيك على المالتي تاسكينج محمود، يعني يعطيك ألف عافية. يقولون الحريم عندهم مالتي تاكس. هي بس أنا ما أعرف التكنولوجيا، ها مشكلة، مشكلة التكنولوجيا. يعني أنت ممكن تأكلين وتشربين وسوقين السيارة واتكلم في التليفون، تكلمين في التليفون وتركدين الياهل، وبعد اجاوب على حد ثاني حضيع في الشارع، بعد ممكن اساعده. كل هذا ممكن. ما شاء الله، لا اله الا الله. المهم صباحكم الله بالخير والنور والسرور. بس هذا غلط. لا انا ما ترى ما اسوق، وانا ترى انا ما اسوق اتكلم في التليفون، استخدم التليفون. ها ترى انا ملتزمه في الشارع، اربط حزام ولا طش. لا ما استخدم. كم مرة تاكينك في السناب؟ لا في السناب تلاقيني دائما واقفة. زين دكتور، ارقام التواصل. التواصل معنا 600-55-1414 ورسالة النصية على 4006، وموجودين لايف بس اليوم على اكاونت نور دبي على الانستغرام، لان محمود نسى الايباد من هيئة الصحة. تشوفي انت دائما تظلميني. ها وين الايباد؟ لا لأن في عندنا فعالية حاليا تقام، هي ورشة عمل إن شاء الله بنغطيها بعد ضمن برنامجنا. فلا تستعيرين وايد، فخذوا عن الآيباد اليوم يعني؟ مثل اللي ينسى الأكل في الاستوديو ويطلع. منه ما يستوي الكلام. ما يستوي صح؟ ما ينفع الكلام. انزين دكتورة، يعني ما نبتدي اليوم حلقتنا طبعا بدراسة أمريكية تقول أن الحد من تناول السكر يحسن الصحة في أقل من أسبوعين، حيث أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الحد من تناول السكر يساعد على تحسين الصحة العامة، ويظهر أثره على الجسم في أقل من أسبوعين، خاصة لدى الأطفال والبالغين الذين يعانون زيادة الوزن. وذكرت يعني مراجعة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية للطب التقويمي خلال شهر أغسطس الماضي، أن الأطفال والبالغين الذين يقللون من كمية السكر التي يتناولونها تتحسن لديهم وظيفة التمثيل الغذائي. وأضاف الباحثون أن الحد من تناول المشروبات التي تحتوي نسبا مرتفعة من سكر الفركتوز وخاصة شراب الذرة يمكن أن يساعد على تجنب أمراض خطيرة على رأسها السمنة وأمراض الكبد والسكري من النوع الثاني. وأشار الباحثون إلى أن الفركتوز يسرع تحويل السكر إلى دهون، حيث أن هناك دراسات ربطت بين ارتفاع نسب استهلاك السكر ولا سيما الفركتوز وزيادة تراكم الدهون في الكبد. وكانت دراسة ألمانية كشفت أن هنالك فوائد تعود على الجسم عندما تنخفض كمية السكر التي يتناولها الأشخاص، وهي سرعة فقدان الوزن، الحفاظ على صحة القلب، التخلص من البثور، زين، وحب الشباب. هذه شغلة وايد مهمة تراها. وتحسن المزاج طبعا،
يعني حد يقول والله السكر هو يعني هرمون السعادة حد يسميه يعني، حد يقول يسوي نشاط زائد عن الأطفال، لكن إنه يحافظ على نوم هذا اللي ما يرقد ممكن إذا خفف السكر ممكن هذا. أيضا أضافت الدراسة إلى أن الإفراط في تناول السكر يرفع ضغط الدم، يزيد معدل دقات القلب، يفقد الجلد مرونته، ويعطي إشارة للدماغ للعمل والنشاط، وهو ما يمنع الشخص من النوم، بالإضافة إلى أنه يزيد من البدانة المفرطة. هذا الكلام دكتورة موجه لك. أنا ما أكل وايد موجه لك يعني عشان التعليق الطبي. التعليق تلاحظت تذكر الحملة سوتها هيئة الصحة في دبي، حملة بدون سكر كان اسمها، اللي يمتنعون فيها عن السكر، مشت عليها أسمى. أسمى حثتني أن أمشي على نفس الحملة. أنا والله ما يعني أنا ما شاء الله ما عندي مقدرة أسمى، يمكن استمرت عليها 4 أيام، بس فعلا تقليل السكر في المشروبات احنا ناخذها او الاكل احنا ناخذه وايد ياثر على الجسم. الواحد يحس عمره مثل ما نقول من العمليه محمود، تحس عمره كانه خفيف، تحس انك خفيف، بطنك خفيف، ان انت اقدر على حتى تعرف ساعات نومك خلال النهار تقل حاجتك للنوم، تحس انه مو لازم تنام وايد، ما تحس انك دائما تعبان. وايمن شوف يأيدني، ايمن قاعد يسوي رياضه معانا في الاستوديو. ايمن محتاج سكر اصلا بينقرض. زين يقول 4 سنوات أيمن ما دخل شيء اسمه سكر، ما شاء الله، عشان تشي تلاقي دائما أيمن نشيط. سكر صناعي ولا طبيعي؟ أنا ما فهمت. انزل صناعي. يقول تحياتنا لكم ونقول الحمد لله على سلامة ورجوع سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الدولة، ونهنئ الجميع والشعب الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ونقول كل عام وأنتم بخير وأمن وأمان. هذه من أجمل الرسائل اللي جتنا اليوم. طبعا معظم الرسائل اللي نستقبلها بتكون على 4006، واللي حاب يتواصل معنا عنده أي تعليق على المواضيع اللي نحن نحطها أو عنده أي ملاحظة على الأرقام 600-551-414 ورسالة نصية على 4006 أو على إنستغرام نور دبي راديو. تابعونا وتشوفونا بخلف الكواليس ويستوي بالدردشة بيننا وبينكم في الفاصل. إنزين أنت خفيت السكر الحين ولا لا؟ 4 أيام وقفت. ليش؟ بس حسب الحملة اللي كانت موجودة ما قدرت والله أصبر عن أكثر عن شيء 4 أيام، بس خففت السكر. هذا أنت دكتورة مفروض تكوني مثال. لازم أكون محمود مثال، ولكن دائما هو نقطة مهمة، دائما الناس عبارة الدكتور هو إنسان مثالي، يعني أفضل أكل، أكثر أكل صحي، هالكلام مو صحيح. إحنا نحاول كثر ما نقدر، ولكن نحاول نطبق على نفسنا. ترى معظم النصائح نعطيكم إياها أنا نفسي أطبقها على نفسي أول شيء، أشوف تأثيرها بعدين أنصح فيها. ما أحب أنصح من فراغ، مثلا أقولك محمود وقف السكر، أنا أجرب على نفسي أول شيء أشوف التأثير بعدين أقولك ترى لو وقفت يستوي شيء، أو إذا سويت هالشيء معين تتحسن صحتك بطريقة معينة. إحنا نحاول، بس في النهاية ترى إحنا بشر، نفس ما الواحد من نفس ما غيرنا يقول والله في أشياء أقدر التزم بها ولا، نفس الشيء الطبيب، بس إحنا نحاول نسعى دائما إن إحنا نحصل على نمط حياة صحي. صحيح يا محمود؟ ما أنت مفروض ما تحاولي، مفروض أنت إلزامي دكتورة. جيش هو جيش، هو مو موضوع شو اسمه يعني عسكري، لا هي هو الموضوع ان الواحد يعني اذا بيقول شيء ولا بيسوي شيء المفروض هو اللي يطبقه، يكون قدوه فيه. صحيح، انا ايدك في الكلام. هي تأيديني زي يلا ان شاء الله. لا سكر. لا اوكي تعال نوقف انا وانت، اسمه سوت واحنا انا وانت بعد ما سوينا نوقف انا وانت اسبوع. انا عموما يعني معظم الاشياء اللي انا اخذها من غير سكر، معظمها انزين. يلا زين ببتدي، احتاج سكر لان احيانا ابذل مجهود عالي. زين هاي انا ابتدي اسوي. انت محتاج اسبوع من غير سكر؟ اسبوع ليش؟ نجرب شوي اسبوع، عقب اسبوع نشوف شو الوضع. الحين نحن نقول حق الناس 40 يوم وانت تقولين اسبوع. ان شاء الله بوصل 40 يوم ان شاء الله. بخلي اسمه تشجعني، اسمه وايد تشجعني، تقولي سوي، وفي البدايه كان صعب، والحين اسمه ما تشرب شيء فيه سكر ابدا، حتى القهوه قامت تاخذها من غير حليب. انا صراحه هنيها اسمه يعني على قوة إرادتها قدرت توصل تشرب القهوة بلاك سودا من غير حليب. شوفوا هذا اللي في علم النفس دائما اللي يبغي يبعد التهمة عنه يبتدي يستشهد بالناس الثانيين. زين أنا أتكلم عنك أنت علشان تكوني قدوة، أنت يا ستستشهدين بي. أقول لك أسمع تشجعني، أنت ما تشجعني، أسمع تشجعني. هذا نوع من التشجيع أحيانا يعني، أدفعت كذا دفع على أساس أن يكون في تشجيع. وهذا الكلام أيضا نحن نبغي نقوله للجميع. صحيح. يا مستمعينا ما عليكم سعاد دكتورة ندى، ترى يعني
ما تلتزم بأشياء معينة، لكن لا كونوا أحسن عني، كونوا أشطر، كونوا أشطر. إنزين عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتكلم عن موضوع التحول الذكي بقطاع الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، بيكون معانا إن شاء الله الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. تمكنت إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي خلال الأشهر القليلة الماضية من تحقيق إنجازات متميزة في إطار توجهها نحو التحول الذكي وأتمة خدماتها التي أصبحت تعتمد على أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية المطبقة في قطاع الصيدلة. للحديث عن إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي، مشاريعها، خدماتها، ما حققته من إنجازات في مجال التحول الذكي، يسرنا يكون معنا في الاستوديو اليوم الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور علي، نورتنا. صباحكم الله بالخير دكتور ندى والأخ محمود. دكتور يعني نحن من زمان ما شفناك، كنت في إجازة، إن شاء الله تكون إجازة سعيدة يا رب. الحمد لله. بس كنا نتواصل وياك بالواتساب. الله يسلمك، ما تقصر يا دكتور. دكتور خلنا نتحدث عن يعني الإنجاز الأبرز في الفترة الأخيرة في قطاع إدارة الصيدلة، يعني مشروع الصيدلية الذكية. هذه الصيدلية بدأت الهيئة تطبيقها في عدد من المستشفيات. خلنا في البداية نذكر المستمعين بهذا المشروع، وين تم تطبيقه لين الحين، والنتائج اللي ترتبت على هذا التطبيق. طبعا في البداية إدارة الصيدلية هي جزء من هيئة الصحة، فإحنا لما نقول هيئة الصحة توجهت يعني من هي الهيئة، هي الواقع هي هيئة الصحة وتبنتها الهيئة، وتبناها طبعا بتوجيهات من معالي المدير العام. مدير عام طبعا هو اللي تبنى الفكرة هذه ودعمها وشجع عليها. الهيئة عندها خطة كاملة، عندنا جزئيتين احنا في طبعا النقل الدوائي الذكي، لانه نقلش فيها بحيث انه يكون نقل دوائي ذكي بدل ما تكون صيدلية يعني محدودة. في الهيئة يبدا النقل الدوائي للقطاع طبعا في الصيدلية الخارجية بروبوتات، واللي هي الحمد لله نجح في مستشفى راشد وطبق في مستشفى دبي، وان شاء الله الحين في طريق النجاح والتطبيق السليم. ثم يلي طبعا مستشفى ثانية. لكن الفكرة هي طبعا مش بس جزء واحد اللي هي الصيدلية الخارجية وهي الصيدلية الذكية فقط، لا، حتى للمرضى الداخليين هناك أيضا توصيل ذكي، يعني يحفظ سلامتهم، يحفظ وجود الدواء في الوقت المناسب، ما في تأخير الأدوية، زائد ان طبعا الاستخدام والنقل الدوائي مش بس في الاقسام، لا، حتى في عمليات، في غرف العمليات، في عند اطباء التخدير او في الاقسام الاخرى في المحتاجه. فهناك بكون ان شاء الله يعني قبل نهايه السنه مستشفى راشد حكون هو المستشفى الاول الذي يكون فيه نقل دوائي متكامل. الحين حاليا احنا نتكلم عن نقل دوائي او صيدلية ذكية في الصيدلية الخارجية، لكن في خلال ان شاء الله شهر او شهرين ان شاء الله حيكون المستشفى راشد يعني يتمتع انه يكون اول مستشفى ذكي في المنطقة يتعامل مع الدواء بشكل ذكي وبشكل سليم، ويحفظ طبعا حقوق المتعاملين سواء الداخلين أو الخارجيين، الأطباء والممرضات، والزائد يحافظ على سلامة المستخدمين الأدوية من كافة الجهات سواء بعد العملاء الداخلين أو العملاء الخارجيين. ممتاز. طبعا التحول الذكي هذا مثل ما تفضلت دكتور علي بدا في مستشفى راشد بالنسبة للمرضى الداخلين أو المرضى منومين في المستشفى الخارجيين. فالحين أكيد في مثل ما أنت قلتنا قبل ما نبدأ نطلع على الهواء، في توسع في هذا المشروع. فالتوسع هذا بوين بيشمل الحين؟ شو الخطة القادمة للمشروع؟ بعد النجاح في مستشفى راشد، النجاح يعني ممتاز. طبعا احنا بس احسن أقول شيء واحد، إن أصبح مستشفى راشد أو أصبحت الهيئة هي مثل الموديل القدوة، يعني القدوة والموديل اللي بدت الناس تتجيها من دول الخليج.
ممتاز. وتشوف الإنجاز هذا. يعني احنا عندنا في خلال شهر سبتمبر يمكن 4 زيارات ميدانية للمستشفى راشد بس عشان نشوفون التحول الذكي هذا. الخطة طبعا احنا بعد ما خلصنا من مستشفى راشد اتجهنا مستشفى دبي وطبق مستشفى دبي وان شاء الله هو ماشي في نفس النجاح. طبعا البداية هي صعبة لكن صحيح. تمشي. التحول هو مش سهل. التحول بعد مستشفى دبي احنا ان شاء الله يعني قبل نهاية السنة نتحول الى مستشفى راشد مرة ثانية للتروما سنتر اللي هو الحوادث مركز الإصابات والحوادث. ايوه. طبعا هاي بتكون إن شاء الله الصيدلية جاهزة قبل نهاية السنة. وبعدها بعد الخطة ما مكتملة لكن احنا إن شاء الله متوجهين إلى مستشفى لطيفة وبعض المراكز اللي هي مركز البرشية الصحي ومركز نادي الحمر إن شاء الله. طيب دكتور أكثر شغلة تشغل بال الناس يعني دائما في أي موضوع يخص بالتحولات الذكية والتقنيات إنه وقت الانتظار شو يعني أو الوقت اللي ممكن يستغرقه المتعامل في عملية صرف الدواء ضمن هذه التقنيات. وأيضا أبغي يعني أنت تكلمت عن هذا الروبوت أبغي مميزات هذا الروبوت وكيف دقة صرف الدواء فيه. ممتاز. طبعا يمكن الشيء الظاهر سؤال مهم جدا وجيه يعني بس احنا لازم نعرف ان الشيء المهم مش بس الانتظار. الشيء المهم ان سلامة المريض صحيح وسلامة استلام الدواء. يعني أدوية يحصل فيها اشياء اخطاء في صرف الدواء. مثلا ممكن الصيدلي يعطي دواء بدل دواء ثاني خطأ هذا يحصل. صحيح. فعندي جزئيتين فيها عندي انتظار وعندي سلام. سلام. زين وهالاثنين في الآخر يصبون إنه إلى رضا العميل واللي يوصل إلى سعادته. صحيح. فطبعاً الوقت الانتظار أنا بأخذ أول شيء الجزئية الأولى اللي هي الوقت. وقت الانتظار طبعاً الروبوت هو إمكانيته أدنى في مستشفى راشد حسب حجم الصيدلية يعني لو كانت أكبر بعد كان أكثر زين إنه هو ممكن يصرف 12 وصفة في الدقيقة الواحدة عن طريق 12 منفذ. لو كان عندي أنا مجال أن أطلع أكثر من 12 منفذ ممكن يزيد غير أن أنا عندي منفذ خاص لذوي الهمم. ممتاز. يعني هاي ما لي دخل بال 12 منفذ. ممتاز. هذا شيء واحد. ممتاز. الشيء فخلال دقيقة يصف 12 دقيقة 12 وصفة الشيء الأول. الشيء الثاني أن الجهاز عنده إمكانية أن يصف 8000 عبوة في الساعة. أوكي. هذا من خصائصه انه كيف يصير. هني يعطيك مجال ان الصيد كيف تكون يعني مثلا كيف يصفنا الوصفه تجي عن طريق سلامه بالسيستم الصيدلي فقط يشيك عليها ما فيها مثلا اي تفاعلات اي تداخلات اي جرعه عاليه او شيء. اذا تاكد من سلامه الوصفه نفسها ولو انها يعني تجي يعني خلينا نقول 99% من الوصفات ما فيها اخطاء يعني بس تحصل الان فعلى طول يسوي بضغطه واحده للزر الكمبيوتر الكليبورد يوصل للجهاز. الجهاز الحين في هذا الجهاز ذكي ان الجهاز عنده هو مقسم الى جهازين جهاز يطلع لك عبوات كامله وجهاز لا يحسب لك حبوب. يعني احنا عندنا بعض العبوات لا مثلا فيها 500 او 1000 فهذا الجهاز إذا هو يعرف أن هذا النوع من الدواء موجود في مكان الحبوب فيصير يحسب مثلا أنا محتاج من هذه 50 حبة 60 حبة يحسب لي عدد الحبوب هذا ويعبيهم في علبة ويعطيني إياهم جاهزين. ممتاز. إنزين هذا. وأما العلب تجي للصيدلي جاهزة. الصيدلي فقط عنده يأخذهم يتأكد هل من الوصفة والأدوية صحيحة ولا أن هذه صحيحة لأن بنجي مواصفات الجهاز فبعدين يسلمها. فهني تعطي مجال تفاعل الصيدلي مع المريض مثلا تثقيفه تعليمه إذا عنده أي أسئلة فكلها هذه في مجال الصيدلي. هني ففي الفترة هاي الجزئية الأولى اللي هي الوقت الانتظار. يعني وقت الانتظار أن أنا عندي دقيقة واحدة أن هو يعبي لكن المفروض تكون حسب النظام ان احنا عندنا لما يجيني المريض يوصل الصيدليه الدواء جاهز ماله يستلمه ويمشي ما في وقت انتظار. صحيح. هذا شيء. هذا بخصوص الانتظار ماله. الجهاز في مواصفات شو مواصفاته؟ يحافظ اول شيء على ان الدواء سليم. ليش؟ لان انا عندي باركود. صحيح. فانا اتعامل مش مع اسم اتعامل مع باركود. فالجهاز في الجهاز في 4 كاميرات يتأكد ان هذا الدواء سليم. زين هذا شيء واحد. الشيء الثاني
ان في الكميات سليمه. اذا الدواء معناته المريض استلم الدواء المكتوب، لانه مو مثلا بالغلط والله صيدلي اخذ دواء مشابه، العلبه مشابهه صحيح وصار خطا طبي. فالجهاز ما يعتمد على والله علبه مشابهه لهذا نفس اللون نفس، لا يعتمد على باركود. باركود هذا واحد. هذا شيء. الشيء الثاني الجهاز ميزته انه هو اللي يعبي نفسه. يعني مو مش الصيدلي يعبي مانولي، هو يعبي نفسه. انا ممكن اعبي مانولي لكن هو يعبي نفسه، وعنده طاقه انه يعبي 3000 علبه في الساعه، 3000 علبه في الساعه، يعني وعنده استيعاب 35000 علبه يعبيها، فيعبي لليوم كامل. زين يبدا يعبيهم في الليل، يعبي في لليوم كامل. ممتاز. فما عنده اي خطا، اذا هني ما عنده خطا. شيء ثاني ميزة الجهاز انه يشيل الاشياء اللي مثلا استهلاكها سريع ويحطها قدام عشان لا ياخر المرضى، واللي بطيء يوديها ورا. لو فرض ذكي يعني إيه ممكن انه يصنف الامور على حسب فهذه الاستهلاك. طيب نحن ما نطلع فاصل دكتور، بنكمل معاك لأن ما أدري إذا تبغي تضيف شغلة عن الصيدلية الذكية، لأن عقب نتكلم عن بعض المبادرات الأخرى اللي موجودة في إدارة الصيدلة. طبعا هاي الجملة الوحيدة أن هذه اللي عملت فيها يعني الروبوت أو الصيدلية الذكية في الخارجية الحين حاليا، قللت انتظار المرضى، قللت الأخطاء الطبية. هاي نتائجها كانت شنو؟ أن رضا العميل، العميل مش العميل اللي هو المريض بس، لا العميل الداخلي بعد، الطبيب الصيدلي والممرض. صارت من غير أوراق. صارت من غير أوراق. عموما فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن المزيد من التفاصيل في إدارة الصيدلة، في مبادرة أنا دائما أحب أذكر فيها وأحب أتكلم عنها اللي هي الدواء سلامة وعطاء. هذه المبادرة اللي يعرفها زين لأنه أكيد قاعد يساهم فيها، واللي ما يعرفها ما يتعرف عليها لأنه مبادرة جدا مهمة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، وكنا نتكلم عن التحول الذكي بقطاع الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. لكن دكتور يعني بس سميحك أنا يعني ناخذ بس هذه التغطية المباشرة لواحدة من الفعاليات التي تقام حاليا اللي هي ورشة العصف الذهني لمؤسسة نور دبي. طبعا هذه الورشة بدأت قبل قليل، تنظمها مؤسسة نور دبي بحضور عدد كبير من المسؤولين. زميلنا العزيز الأستاذ يوسف سعد موجود في هذه الورشة، بيعطينا يعني نقل سريع وحي لبعض الأمور التي حدثت في هذه الورشة. تفضل يا يوسف. صباح الخير محمود. صباح الخير أعزائي المستمعين. محمود أنا متواجد دلوقتي في فندق أدرس في دبي. قبل قليل بدأت ورشة العصف الذهني اللي بتنظمها مؤسسة نور دبي بحضور معالي أحمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة دبي المدير العام ورئيس مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها اللي هم مجتمعين الحين محمود عشان وضع استراتيجية أكثر تطورا لمؤسسة نور دبي خلال الفترة من 2017 حتى 2022. محمود دلوقتي معايا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي للمؤسسة عضو مجلس الإدارة. دكتورة صباح الخير. بس كنا حابين نعرف سادة المستمعين على جدول أعمال هذه الورشة. السلام عليكم. صباح الخير أخوي محمود وصبح بالخير على المستمعين الكرام. طبعا احنا اليوم متواجدين في جلسة العصف الذهني لوضع خطط استراتيجية لمؤسسة نور دبي للأربع سنين القادمة إن شاء الله. طبعا ورشة العمل بيحضرها عدد من الشركاء يمثلون الشركات اللي هي داعمة والشركات اللي هي مساهمة معنا في برامجنا، سواء كانت برامج علاجية ولا وقائية ولا حتى تعليمية وثقافية.
ومعنا بعد وفد من منظمة الصحة العالمية ومن وكالة دولية لمكافحة العمى، وعدنا بعد ممثلين من الدول اللي قمنا بمساعدتهم في برامجنا العلاجية. فإن شاء الله اليوم نبدأ جلسة العصف الذهني وراح تستمر لين غدا إن شاء الله، وراح نطلع بمحاور عديدة منها البرامج العلاجية والوقائية والتنموية. دكتورة، يعني من خلال العرض اللي قدمتيه للسادة الحضور ذكرتي أن المؤسسة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من الوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص، والمؤسسة قدرت ونجحت في الحفاظ عليهم من مختلف الإعاقات البصرية. بس حابين نلقي الضوء على أهم المحطات خلال السنوات الماضية في من نجاحات المؤسسة. طبعا لله الحمد، قامت مؤسسة نور دبي بالعديد من البرامج سواء داخل الدولة ولا خارجها. نحن مثل ما عارفين أنه فوق 200 مليون شخص يعانون من الإعاقة البصرية، 80% من هذه الإعاقة ممكن تجنبها أو الوقاية منها أو حتى علاجها إذا توفرت سبل العلاج للمجتمع. طبعا نحن من برامجنا الدولية هي المخيمات العلاجية اللي تلف حول العالم، بس على أساس أن تقدم الفحوصات المجانية، العلاج المجاني، الأدوية، العمليات الجراحية، وكانت من المشاريع اللي جدا ناجحة في بالنسبة لمؤسسة نور دبي، لأن تمكننا في كل مخيم أن احنا نعالج أكثر أو نفيد أكثر من ما بين 5000 لل 9000 مستفيد في هذه المنطقة. وعدنا بعد اللي هو البرامج اللي هي على المدى البعيد اللي هي الوقاية من بعض الأمراض اللي متواجدة في الدول، مثل مرض الترخوما اللي متواجد في إثيوبيا. نحن كمؤسسة نور دبي مسؤولين عن منطقة اسمها أمهارة في شمال إثيوبيا، يسكنها تقريبا 19 مليون شخص، وهذه لهم المستفيدين على مدى 3 سنين اللي مضت، ورح يستمر البرنامج أيضا للأربع سنين الجاية. بالنسبة لداخل الدولة عندنا برامج عديدة، عندنا الحافلة المتنقلة اللي هي عبارة عن مستشفى عيون مصغر متنقل يلف حول الإمارات يقدم خدمات لطلاب المدارس، طلاب الجامعات، كبار السن، يعني موظفين المؤسسات الحكومية والخاصة، فئة العمال في سكنات العمال. طبعا وعدنا بعد اللي هي العلاج المحتاجين من المقيمين في دولة الإمارات اللي تأمينهم الصحي قد لا يغطي تكاليف علاج العيون. فهذه يعني بالمختصر نبذة عن خدمات نور دبي. دكتورة، بس كنا حابين برضو نلقي الضوء للسادة المستمعين عن المرحلة المقبلة اللي هي ورشة العمل أصلا المعاقبة من أجلها. رؤيتكم إيه لتحركات المؤسسة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله؟ طبعا نحن حين نطلع عن الخبراء المجتمعين في جلسة العصف الذهني أنهم يتطرقون لمشاريع جديدة ما كانت ضمن خطة عمل نور دبي في الخمس سنين اللي مضت، منها توفير مركز إعادة تأهيل المكفوفين أو اللي هم يعانون من الإعاقة البصرية. وهذا يعني نحن في سواء كنا في دولة الإمارات أو على مستوى المنطقة في حاجة كبيرة لمثل هذه المعاهد أو المؤسسات اللي تعنى بإعادة تأهيل أصحاب الهمم، خصوصا أصحاب الإعاقة البصرية، نأهلهم أنهم يكونون عنصر فعال في المجتمع، قادرين على أنهم يدخلون المدارس، الجامعات، يتخرجون، يحصلون على فرص توظيف. فإن شاء الله هذا واحد من البرامج اللي راح يتم مناقشتها في جلسة العصف الذهني. أخ محمود، بس كنت حابب أنوه أن للقطامي في مستهل كلماتي الافتتاحية لهذه الورشة قال أن مؤسسة نور دبي عكست برسالتها وأهدافها مجمل القيم والمفاهيم النبيلة التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله صراه عند بناء الدولة، والتي امتدت وانتشرت في بقاع الأرض وفي أوساط الشعوب على اختلاف أجناسها وألوانها وثقافتها، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومعالي أكد أيضا أن مؤسسة نور دبي ترجمت نجحت في ترجمة عمق الأبعاد الإنسانية التي يتسم بها فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي أراد أن تكون مؤسسة نور دبي هي قافلة العطاء المتخصصة الفريدة من نوعها في العالم. محمود كان معانا أخونا الإعلامي البارز الكبير أحمد الغفلي، هو كان تولى مهمة تقديم هذه الورشة وتولى مهمة يعني تقديم الحضور فيها. أحمد الغفلي متميز دايما يوسف، ولي انطباعه الخاص جميل عن المؤسسة نتيجة يعني إيه احتكاكه وقربه من نشاطها. أعطني بتكلم معاه باختصار يوسف على أساس أني أنا بس أحمد معاك. أحمد صبحك الله بالخير، صحة وسعادة، نتمنى لكم صحة وسعادة. الله يسلمك أحمد. أول شيء الله يخليك، تليفونك ما أدري يتصل بي بروحه زين، هذا أول شيء. اثنين، بارك الله فيك، متى بتيني للاستوديو؟ متى ما تحب يا زين. الحين بخلي يوسف يرتب معاك أنا، لأن عندي دكتور علي السيد موجود في الاستوديو، فباخذ منك كلمة سريعة على أساس أني أقدر أرجع للدكتور. كلمة سريعة أحمد عن هذه الورشة، وإن شاء الله في حلقة من الحلقات نستضيفك عندنا هني، لأن في وايد مواضيع ما نتكلم فيها معك. تفضل أحمد. ما قصرت، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن فعلا للمرة الثانية اليوم بعد يعني مرور تقريبا قرابة 10 سنوات على انطلاقة مؤسسة نور دبي، اللي تشرفت بأني أنا أقدم حفل انطلاق هذه المبادرة، حفل انطلاق هذه المؤسسة في 2008. اليوم الحمد لله اليوم كواحد من فريق العمل اللي يواكب وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، كاليوم عريف للحفل وكذلك كمشارك ضمن الفئة المستفيدة لأنها تعنى بذوي الإعاقة البصرية وخدمات هذه المؤسسة، فالحمد لله كل الشكر والتقدير لمعالي حميد محمد القطامي و سعد دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي على دعوتي للمشاركة، وثق تماما بأن اليوم يعني هو يعني تشريف حقيقة بأنك أنت من هذه الفئة تخدمها في كافة قطاعاتها ومؤسساتها، لا سيما مؤسسة أنك أنت كنت واحد من الناس اللي بدأوا معاها الانطلاقة، فتحس أنك أنت في بيتك الثاني يا أخوي محمود. جزاك الله خير يا أحمد، نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونحن شاكرين لك مثل هذه المساهمة حقيقة الاختيار في 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 مكانه. شكرا لك يا أحمد، وشكرا للزميل يوسف سعد على هذه التغطية المميزة، ونتمنى لكم إن شاء الله يعني الخروج بالتوصيات المناسبة لهذا المؤتمر. نرجع للدكتور علي السيد. دكتور علي، مثل ما كنا نتكلم إن في هناك نظام ذكي ابتكرتوه لمراقبة سلسلة تبريد الأدوية أو الكولد تشين، فممكن تخبرنا شو نظام تبريد الأدوية، كيف تتم مراقبة الأدوية، في مؤشرات تنبيه، في ألارم يطلع، لو تكلمنا باختصار عن هالمبادرة. طبعا أول شيء نعرف أن الأدوية اليوم عدد الأدوية أو اللي يعني تحتاج تبريد زاد عددها، وأسعارها كلها تكون غالية وباهظة في الثمن، وطبعا اي خلل فيها لانها كلها بيولوجيكال، فكلها ممكن يعني تاثر على المرضى نفسهم حتى في استجابه للعلاج. فلذلك احنا ساعات الهيئه وضمن بعد احد دائما هيئه الصحه بتوجيهات طبعا المدير العام دائما تسعى ان تشوف حلول ذكيه، فساعات ان توجد اجهزه اللي هي اجهزه كمبيوتر لوحيه توضع على الثلاجه. هذه الأجهزة طبعا دائما تراقب الثلاجة، إذا كان في أي وقت الثلاجة مثلا ارتفعت درجة حرارتها أو كان في خلل مثلا في الكهرباء سكرت أو شيء، على طول تعطي ألام. الألام هذا تعطي في الصيدلية واحد ممتاز، لو فرضنا مثلا صيدلية مسكرة مثل بعض العيادات تعطي ألام على الموبايل الأشخاص ممتاز. ثلاثة، احنا ممكن نراقبها اصلا من في عندنا يعني غرفة كنترول روم كاملة لكل الهيئة. الشيء الثالث انه ممكن مثلا انا اطلع على طول ريبورتات فيها، اوكي، وهي على طول تتوثق
درجة حرارة الثلاجة على طول. فأنا عندي متواصل بشكل ثانية، أنا عندي أن أعرف الثلاجة كيف شغالة. ممتاز. وأي خلل فيها على طول عندي يوصل تنبيه على المسج على الموبايل على الكمبيوتر في المكان نفسه. فكل هذا يعني احتمالات اكتشاف الخطأ موجود. طبعا هذه طبعا سلامة الأدوية، يعني خصوصا العيادات اللي تسكر في الليل تسعون وتسكر لما الساعة 12 أو 1 وقفت الثلاجة على العمل، هي سلامة الدواء، نتأكد أن الدواء ضمن سلسلة تبريد هاي 24 ساعة صح. ما ترتفع درجة حرارة الدواء. هذا جزء واحد. الجزء الثاني في نقل الدواء. لما ننقل احنا الدواء مثلا ننقل من المخازن الى العيادات او المستشفيات صحيح. احنا في الجو مثلا هذا ينقل الى في حاويات او شيء في ثلاجات، بس احنا ما نعرف ان هل هذا النقل صحيح. صحيح. سابقا كانوا يحطون ثرمومتر يوصل لك زي كم درجه حراره بس ما تعرف، لكن الحين لا، في جهاز حجمه صغير قد اليو اس بي ينحط مع الثلاجه مع الادويه. لما يوصل الصيدلي يستلم الشحنة يأخذ الجهاز يحطه في الكمبيوتر صحيح. يعرف أن القراءات مالت الحرارة بالثانية مثلا من يوم ما طلع من المخازن إلى ما وصل شو كان، هل كان في ارتفاع في درجة الحرارة أو شيء. فهذا هني معناته حافظ على نقله، حافظ على سلامة الدواء نفسه ويصل بالجودة المطلوبة. أيوة. ويعطيني طبعا مثل ما قلت يعطيني إنذار في أي لحظة في أي لحظة، سواء في النقل إذا أنا أشوف كل شيء، وحتى في التخزين أشوف أي إذا كان في أي إنذار عندي، وأنا صحيح. عندي أصلا شاشة كاملة أشوف فيها كل الأدوية كل الثلاجات اللي في المستشفيات كلها بهيئة الصحة. ممتاز. دكتور ما نطلع شوية خارج موضوع الصيدلية الذكية وما ندخل على موضوع مبادرة أنا دائما كل ما استضيفك أحب أتكلم عنها اللي هي الدواء سلامة وعطاء. خلنا نذكر المستمعين بهذه المبادرة وكيف ممكن يشاركون فيها وشو الأهداف من هذه المبادرة، بما أننا عندنا تقريبا 4 دقائق. تفضل دكتور. الأهداف هي طبعا سلامة المجتمع، سلامة البيئة، وسلامة الأشخاص سواء في المنازل أو في أي مكان يكون. المبادرة هي شو؟ المبادرة هي عبارة عن جمع الأدوية، كل شخص عنده أدوية زيادة ممكن يأخذها زيادة مثلا أو فارض عن استخدامه أو منتهية الصلاحية أو ما عارف شو يستخدمها، يجيبها يحطها في كيس أو يجيبها للصيدلية، أي صيدلية تابعة لهيئة الصحة. طبعا ما يلتزم هو فقط بالأدوية اللي هي ماخذها من هيئة الصحة، لا أي دواء ماخذنه من أي مكان يجيبه هنا. الصيدلي طبعا يفحص يسأل الشخص نفسه شو كيف خزنته وهذا، بعدين المهم الصيدلي يفحص الأدوية فيقوم يجود الأدوية، الدواء اللي قابل للاستخدام يفصله، والأدوية المنتهية أو غير صحيحة للاستخدام يفصلها. فالأدوية اللي غير صحيحة للاستخدام يأخذها بدل ما الشخص نفسه يرميها في الحاويات وهي خطأ لها تأثير سلبي على البيئة، يأخذها وتم تخزينها وإتلافها مع الجهات المختصة في بلدية دبي بالتعاون معهم بالشكل الصحيح اللي هو يحفظ طبعا يحافظ على البيئة وسلامتها. في نفس الوقت الأدوية اللي هي سليمة وصالحة للاستخدام تفصل وتجمع مع بعض وتم التبرع بها للهلال الأحمر الإماراتي في تعاون معهم، وهم دورهم يقومون بإعطائها للجهات المحتاجة، الناس المحتاجين في داخل الدولة أو خارج الدولة. أنت دكتور كان لكم يعني بصمات واضحة مع الهلال الأحمر في يعني التبرع بهذه الأدوية بمبالغ كبيرة، يعني تعطينا بس نبذة سريعة عن هذا التعاون. الحمد لله طبعا في تعاون ممتاز، هم الجماعة متعاونين معنا، وإحنا طبعا يعني إحنا بشكل دوري نعطيهم مثلا على 2 مليون، في أحيانا مرة 8 ملايين كانت ومليونين، فكل 3 شهور مثلا تطلع من عندنا مجموعة أدوية، مجموعة كراتين ممتاز طبعا بسعرها تقريبا يساوي 2 مليون إلى 3 ملايين، فهذا فكل في كل فترة، فإحنا يعني كل 3 شهور نبعث لهم المجموعة هاي الأدوية، والحمد لله في يعني طبعا تعاون مستمر معهم. هذا جزء للعطاء، لكن بعد انت نشوف الجزء لسلامة المجتمع صحيح. لان انت اليوم لو عندنا احنا ادوية في البيت ممكن بالخطأ اطفال ياخذونها صحيح. ممكن الاشخاص الكبار ياخذونها منتهية الصلاحية صحيح. لها اثار جانبية، القائها في طبعا الاحواض
اللي هي أثر على المياه أو إلقاها في الحاويات تأثر على البيئة، كلها هاي لها تأثير، كلها تأثير سلبي ممكن يعني يأثر. لأن فإحنا كلها إحنا نحمل المجتمع، نحمل البيئة، هاي جي وهي السلامة، ونعطي الحمد لله لأنحمد الله يقوم بدور يعني بشكل ممتاز، يعطيه الجهات المحتاجة سواء مثل ما قلت خارج الدولة داخل الدولة يعني ومساعدتهم، وهاي لها دور فعال طبعا إحنا نشارك فيه بجزء معين. جزاك الله خير يا دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي على هذه يعني المبادرات الجميلة، وأنا أضم صوتي كذلك لصوت الدكتور علي السيد. أي حد عنده أي دواء يوديه على أي صيدلية، أي صيدلية. أي مركز صحي هو تابع له أو حتى من خلال المستشفيات التابعة لهيئة الصحة يا جماعة الخير، وفي أي وقت ها صحيح. يلا أي وقت عندك مر وحط الدواء عندهم، لأن هذه في لها إيجابيات كثيرة. صحيح. دكتور أنا عندي خريطة الحين في السيارة، صار له في دبة السيارة يمكن سنة، أقول كل مرة بعطيك إياه زين أول لو أمر هذا وديها الصيدلية أنسى، في كانت في أدوية والله صالحة للاستخدام خلاص انتهت اعتقد على أشعة الشمس، أدوية الضوء والحالهم صحيح. عموما خلاص بعطيكم يا تتلفونه في كم باندج بعد وفي هذه أشياء ممكن تستفيدون تتلف منها تتلف السليم. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود. سامحين اليوم شوية ما أعطيناك الوقت الكافي، بس شكرا. شكرا بعد لك أنت ما أعطيتني الوقت الكافي. إن شاء الله باكر ان شاء الله. انزين باكر خليك انت بروح تتقدمي الحلقه. يا سلام، لا عطني الخميس الوني سلام. اوكي تبغي تقدم بروحها هي تبغي الفكه مني. شكرا لك ايمن سرحيل. انزين وشكرا لك يا اميره الغفلي. كان في حد يتكلم عن استفسار بخصوص امراض الدم ما لحقنا ناخذه، لكن ان شاء الله بنشوف اذا باكر او ممكن تواصل لنا اول الحلقه باكر ان شاء الله. عموما في الختام نقول لكم مستمعينا الكرام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.